السلام عليكم، كيف حالكم؟ موضوع اليوم عمل طاولة بلياردو باستخدام الطين. مشاهدة ممتعة. سوف يقوم بالبناء عكسي. هي يعبسي، ابدأ الحفر. عكسي يحفر يحفر ولا يحس بالتعب، هو قوي ما شاء الله. هيا يا عبسي، دعنا ننجز العمل لكي نحصل على قوت يومنا. عكسي ما زال يواصل الحفر. عكسي يستخدم عصا في الحفر. ما زال عكسي وصديقه يحفران. سوف ناخذ قيلولة صغيرة حتى ينهي عكسي العمل. لقد عدنا من جديد لعكسي وصديقه وما زال يحفره. يا إلهي، أنه عمل رائع وجميل. أهلي، طاولة بلياردو جميلة جدا على زمن أبو جهل. ما زال عكسي وصديقه يحفران. الله يعطيكم العافية، هل تريدان كل أم ببسيهه؟ عكسي ينحت وما زال ينحت هو وصديقه. إنها طاولة بلياردو جميلة، أريد اللعب معكم. إني لا أراكم، أين أنت يا عبسي؟ إنه درج جميل يا عبسي. عكسي وصديقه يجلبان الأخشاب. يقوم عكسي بالتربيط بينما صديقه ذهب ليجلب الأغصان وتقطيعها. صديق عكسي يقوم بتقطيع الأغصان وتحويلها لعصا بلياردو. أنه حقا مذهل. أين أنت يا عبسي؟ أني أبحث عنك، هل أنت هنا؟ ماذا يفعل عكسي وصديقه؟ دعنا نكتشف الأمر.
عبسي وصديقه يذهبان باتجاه النهر. يا له من منظر جميل! يا إلهي، كم هو منعش! أنت يا عبسي حقا رائع. يقوم عبسي وصديقه بصنع كرة البلياردو من الخشب. كم أنت مذهل يا عبسي! ما زال عبسي وصديقه مستمران بصنع كرة البلياردو. لقد عاد عبسي وصديقه من النهر وجلب كرة البلياردو. أهلا وسهلا بعودتكم. عبسي وصديقه يلعبان. حقا أنكم مذهلون، لقد أذهلتموني حقا. عبسي يقوم بالتصويب على الهدف ويستخدم سكوب 3 ويصيب الهدف. عبسي يفوز على صديقه، وبعد كل هذا التعب يذهبان للسويم ويعطيكم ألف 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 عافيه وشكرا لكم على المتابعه. لايك يا حبايبي واشتراك وشكرا لكم.